كمان عايزين نشوف كمان ونتكلم على دعم اللعيبه الكهرباء. الحقيقه امبارح كانوا سمعنا كان موجود امبارح كهرباء في الملعب، وكمان سمعنا احمد الشيخ وبيتكلم على الكهرباء وعلى دعم اللاعبين ليهم ومساندتهم لكهرباء، وانه خلاص بقى اللي بيحصل في غرفه الملابس ده انتهى تماما. وجوده امبارح الحقيقه في الاستاد كان بياكد تماما انه الموضوع انتهى تماما. حتى ظهور الشناوي في المباراه كان باين انه ما فيش اي حاجه ولا في اي مشاكل ولا اي حاجه، وفعلا هي مواضيع غرف ملابس بتحصل في كل انديه العالم، من اول برشلونه ريال مدريد لحد عندنا، مرورا بكل طبعا الفرق الاوروبيه. خلاص اللي حصل حصل واللي انتهى انتهى. احنا لينا ان احنا فرقتنا امبارح طلعت بشكل كويس قوي، وانها مركزه كويس قوي في المباريات اللي جايه، ومركزه كويس قوي في افريقيا.